10 أيام تحديدا بتفصلنا عن فصل الشتاء اللي بيبدأ تحديدا من كل عام في 21 من ديسمبر. هذا الشتاء جاي بعد فصل خريف كان شديد التغيرات الجوية، شهدنا تقلبات كتير خلال فصل الخريف. يأتي هذا الشتاء من كل عام أيضا بتغيرات جوية محتملة عن الأعوام السابقة. ايه اللي هيحصل هذا العام خلال فصل الشتاء؟ احنا معاكم النهارده من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه هنطمن حضراتكم توقعات فصل الشتاء لهذا العام، طبعا بنوضح بيها كل الاقاويل اللي طلعت خلال الفتره الماضيه، الشتاء الاكثر بروده على مدار اخر 20 عام، الشتاء الاكثر تقلبات جويه، كل هذه التفاصيل هنعرفها مع حضراتكم من الهيئه العامه للارصاد الجويه. وطبعا وفقا لمخرجات هيئة الأرصاد الجوية والخريطة التفاعلية اللي موجودة لدى هيئة العامة للأرصاد الجوية اللي بتصدر دائما تنبؤات فصلية، واحنا بنشوف تنبؤات شهرية كمان بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، احنا بنقول ان من المتوقع شتاء هذا العام من حيث درجات الحرارة يكون قريب الشبه بشتاء العام الماضي، ولكن بعض الأقاويل زي ما حضرتك ما ذكرتي في بعض الإشاعات بتقول ان هيكون شتاء قارس البرودة ويكون شتاء غير مسبوق، ولكن عادة ما بتسمع هذه الهيئة العامة للأرصاد الجوية مثل هذه الشائعات قبل بداية الفصول عادة، فاحنا بنقول لا، بننفي طبعا هذه الشائعات وبنقول ان شتاء هذا العام من حيث ارتفاعات وانخفاضات درجات الحرارة هيكون حول المعدلات الطبيعية وقريب الشبه بالعام الماضي، اما طبعا حالات عدم الاستقرار فنظرا للتغيرات المناخية اللي بالفعل بيشهدها العالم كله، احنا بنقول ان حالات عدم الاستقرار الظواهر الجوية المصاحبة ليها بقت بالفعل اكثر حدة واكثر عنفا، احنا ما كناش بنشوف هذه الأتربة بشكل جديد في فصل الخريف، كنا عادة ما بنشوفها في فصل الربيع، فده على سبيل المثال طبعا، فاحنا بنقول ان فعلا الظواهر الجوية بقت حرجة اثناء حالات عدم الاستقرار وبقت اكثر عنفا من الاعوام اللي فاتت، فاحنا بنقول طبعا ان شتاء هذا العام في التقلبات الجوية هتكون واردة، سقوط الامطار هيكون وارد مع حالات عدم الاستقرار، ولكن احنا بنقول مفيش حاجة بتؤكد ان شتاء هذا العام هيكون اشد قسوة من الاعوام اللي فاتت، دي تبع معلومات غير دقيقة بالمرة. وفقا طبعا للتنبؤ الشهري اللي احنا اصدرناه الخاص بشهر ديسمبر قلنا ان معدلات سقوط الامطار على السواحل الشماليه هتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه، وده بيرجع للي انا قلته لحضرتك من شويه ان حالات عدم الاستقرار بقت الظواهر الجويه المصاحبه ليها اكثر عنفا شويه، فحالات عدم الاستقرار بتكون دايما مصحوبه بسقوط امطار على السواحل الشماليه في فصل الشتاء، فبالفعل سقوط الامطار معدلاته بتكون اكثر شويه من الاعوام اللي فاتت، وده نظرا للتغيرات المناخيه اللي بيشهدها العالم كله طبعا. بالنسبه للفتره اللي جايه في 5-6 أيام قادمين فيهم استقرار في الأحوال الجوية، في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الجمعة لغاية يوم الاثنين، ثم يحدث انخفاضات طفيفة مرة أخرى حوالي من 2 إلى 4 درجات، فرص سقوط الأمطار فرص طبيعية جدا، ما فيش حالات قوية من حالات عدم الاستقرار ممكن نشهدها خلال هذه الفترة حتى بداية فصل الشتاء بإذن الله. الملابس الشتوية مهمة جدا طبعا الفترة اللي جاية هنلبسها ما فيش كلام، خصوصا أثناء تواجدنا بالليل، أثناء تواجدنا خارج المنازل في فترات الليل أو الصبح بدري وإحنا خارجين للمدارس وأشغالنا وأعمالنا اليومية، رغم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وقت الظهيرة إلا أن درجات الحرارة منخفضة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح، بيتطلب مننا ارتداء الملابس الشتوية.